وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هناك مراسل النيل أشرف مبارك. أشرف، يعني أهم ما سيناقش اليوم في المؤتمر العلمي الخامس بعنوان الملكية الفكرية والتحول الرقمي والذي تنظمه جامعة حلوان. تحياتي لك محمد، يعني من جامعة حلوان هذا المؤتمر العلمي الخامس للملكية الفكرية والذي ينظمه المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان. يعني هذا المؤتمر يعد له أهمية كبرى، خاصة في ظل جائحة كورونا، لما يعني الملكية الفكرية من دور هام في يعني تصنيع اللقاحات والاعتماد على يعني الأفكار والابتكارات في تصنيع اللقاحات والأدوية الخاصة بلقاحات كورونا، بالإضافة أيضا إلى أن الملكية الفكرية لها دور هام في السلع والخدمات التي تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي. للحديث اكثر حول تفاصيل هذا المؤتمر مع الهواء مباشره الدكتور ياسر جدالله، عميد المعهد القومي للملكيه الفكريه. دكتور ياسر، مرحبا بحضرتك، عشتني الاخبار. عايزين نعرف اهميه هذا المؤتمر ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي في الدول وخاصه في مصر في ظل جائحه كورونا وفي ظل الظروف التي فرضتها جائحه كورونا. اهلا بحضرتك. هو المعهد القومي للملكيه الفكريه بينظم في هذا العام المؤتمر الخاص بالملكيه الفكريه والتحول الرقمي في مصر، وطبعا ده في اطار اهتمام الدولة وتوجهها نحو الرقمنة وإدخالها في كافة الخدمات والأنشطة اللي بتقدم. ببساطة الرقمنة يعني استخدام الرقم 01 أو استخدام الحاسب الآلي في نمذجة كل الأمور المتعلقة بالخدمات والأنشطة اللي بتقدمها الحكومة المصرية وكافة المصالح التابعة لها. وبالتالي أي تطور متعلق بهذا الأمر هو متعلق بالأفكار ومتعلق بالبرمجيات ومتعلق بالأمور المتعلقة بالملكية الفكرية. لما بنتكلم عن الملكية الفكرية بنتكلم عن ملكية فكرية خاصة بأفكار حديثة، بأفكار مبتكرة متعلقة بإنتاج برنامج جديد، بإنتاج قواعد بيانات بشكل معين. وبالتالي مهم جدا إن احنا طالما بنتكلم عن التحول الرقمي، طب إزاي هنعمل حماية لهذه الأفكار، الحماية القانونية للملكية الفكرية، سواء في إطار التشريع الوطني للملكية الفكرية في مصر أو من منظور الحماية التقنية أو الفنية في هذا الأمر. ومن هنا جاء أهمية هذا المؤتمر اللي ركز على العديد من المحاور المتعلقة بهذا الأمر من جوانب اقتصادية عشان نشوف إيه انعكاس ده على التنمية الاقتصادية أو التنمية المسلمة في مصر. وبالفعل تقدم حوالي 70 باحث في هذا المؤتمر بمجموعة من الأبحاث بتغطي كافة المحاور اللي بنأمل إن شاء الله نصل إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بكيفية التعرف على أهم المخاطر اللي بتواجه الملكية الفكرية في الفترة القادمة، أهم المشاكل المتعلقة بالتحول الرقمي وعلاقته بالملكية الفكرية في هذا الصدد. بشكر حضرتك جدا دكتور ياسر جدال، عميد المعهد القومي للملكيه الفكريه. محمد، زي ما احنا شايفين ايضا ان الملكيه الفكريه لها دور كبير في دعم التحول الرقمي، عارفين في يمكن 70 ورقه و70 باحث مشاركين في هذا المؤتمر اللي بيستمر على مدار يومين. اليوم هو حضورا يعني الحضور وجه لوجه داخل قاعه حسن حسني بجامعه حلوان، اما غدا فهو الحضور والمشاركين جميعهم عبر يعني او من خلال الانترنت من خلال ما يسمى بالاونلاين. أشرف مبارك مراسل النيل، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.